أهلا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج جدل العراقي. نناقش اليوم موضوعين على جزئين، انتظرونا. الجزء الأول هو باعتباره بات قضية رأي عام بعيدا عن السياسة ومجرياتها، لكنه شأن عراقي في جدل عراقي. الحمى النزفية، الوباء العائد، أناقشه مع أستاذ الأمراض الوبائية الدكتور أحمد رشدي، ينضم معنا عبر سكايب من العاصمة الحبيبة بغداد. مرحبا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، سجلات وزارة الصحة تقول أن لهذا المرض تاريخا في العراق، هنالك إصابات ربما ظهرت أواخر سبعينيات القرن الماضي، وهذا يعني أن هذا المرض متوطن في بلادنا، فما هي أسباب ظهوره بين الفترة وأخرى؟ أذكر أيضا في التسعينات، يعني منتصف التسعينيات ظهر هذا المرض، وربما العالم قالت أنه إشاعة أكثر من كونه مرض. فتاريخ هذا المرض في العراق ما هو ربما بنبذة إذا سمحت؟ نعم، الفيروس أصلا اكتشف في شبه جزيرة القرم سنة 1949، ومن ثم بعد ذلك حدث وباء في الكونغو سنة 1969، لذلك اقترن اسم الحمى بحمى القرم الكونغو النزفية. وسنة 79 في العراق كانت سجلت أول حالات إصابة بالحمى النزفية، ومنذ ذلك الوقت العراق يعتبر هذا الفيروس متوطن فيه. هذا الفيروس عادة ينقل بثلاثة طرق، أما عن طريق القراد ما يسمى بالهيالوماتكس، وهذا القراد يكون مصاب اصلا بالفيروس، وعضة القراد هذه تنقله للانسان وكذلك للحيوان. الطريقه الثانيه للاصابه هو اللحوم الملوثه والدم الملوث اللي ممكن ان يعني الانسان يتلامس معه، وبالتالي ايضا ممكن تكون تحدث الاصابه الفيروسيه. الطريقه الثالثه انه السوائل الخارجه من انسان مصاب لإنسان صحيح، أيضا هذه الطريقة طريقة ثالثة للإصابة. طبعا الفيروس مثل ما قلت حضرتك متوطن في العراق منذ سنة 79، وعادة ما تكون هناك وفيات وتكون هناك إصابات بالمجمل مسيطر عليها. خلينا لا ننسى هذا الفيروس ليس فقط موجود في العراق، وموجود في العراق والكويت والسعودية وإيران وباكستان وأفغانستان، يعني منطقة شرق البحر المتوسط مشهور هذا الفيروس متواجد هناك. لكن حقيقة الملاحظ الآن هو زيادة عدد الإصابات مع زيادة عدد الوفيات. خلينا لا ننسى احنا نتكلم عن مرض متوطن، بعدنا ما رايحين إلى الوباء، لأن هذا الشيء يعني الوباء في العراق الآن ما موجود، بعدنا في حالة توطن المرض، والحالات المصابة هي حالات مقبولة. بالعموم العلامات السريرية الملاحظة هو حمى، صداع، ألم في العضلات، ألم في المفاصل، ثم يتحول إلى مشكلة في الجهاز البولي، ومشكلة ثم في الكبد، ومشكلة في الرئة، ثم تنتهي بالوفاة. لا يوجد هناك لقاح حقيقة لا للحيوان ولا للإنسان. هناك علاج فيروسي يعني موجود، مضاد فيروسي ممكن الإنسان المصاب يأخذه، بالعموم يستجيب للعلاج، وبالعموم الحالات المصابة يعني تشفى. الملاحظ الآن بالعموم أيضا، عفوا دكتور، بالعموم يقال يعني أن المصاب بهذا المرض حياته ستتغير، يعني لن يكون هو ما قبل الإصابة، يعني ستتغير فيه أمور بالأخص في الجهاز البولي، الكلية تحديدا. هو بالحقيقة الفيروس يضرب الأوعية الدموية، ولذلك يسمى حمى نزفية، انه يعني الحمى مقترنة بوجود نزف، وعادة ما يكون على الجلد، وتصير يعني قطع من النزف تحت الجلد هاي تظهر، مع نزف في الأغشية المخاطية بالأنف بالفم ومناطق أخرى،
هاي علامة أكيدة على أنها حمى نزفية. الشخص اللي يعني يشفى، السبب في أنه ممكن أن يعاني ما قلت حضرتك من مشكلة في الكلى هو وجود أجسام مضادة ضد الفيروس. هذه الأجسام المضادة أو هاي المعقدات المناعية تجلس على الكلى وبالتالي تسوي عملية التهاب فيه وبالتالي تتضرر الكلى. لكن بالنهاية أيضا حتى عملية الشفاء هي تحتاج وقت وتحتاج عناية كبيرة. طيب. أكثر القطاعات المتأثرة بهذا الفيروس هم قطاع اللي يتعامل مع الثروة الحيوانية. نعم أنا 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 فهمت وقرأت نعم. عنه أنه مرض مهني كما يقال، يعني يصيب القصابين بالدرجة الأولى أو المتعاملين مع اللحوم، يعني أصحاب المطاعم، العاملين في المطاعم، القصابين، ربات البيوت، أصحاب الماشية، يعني أصحاب الماشية أو اللي يتعاملون مع الثروة الحيوانية هم أكثر ناس. أها الرعاة. نعم يعني صاحبي الماشية والأطباء البيطريين هم الخط الأول، ثم بعد ذلك يأتي الخط الثاني القصابين، ثم بعد ذلك الآخرين. خلينا ننسى مسألة خطيرة جدا في هذا الموضوع، أن المصاب صعب جدا أن تقترب عليه لأن يكون يعني مدعاة لانتشار الفيروس، وبالتالي تصبح عندك مشكلتين. المشكلة الأولى يجب عليك أن تقترب إليه وتسحب من عنده دم ولكي تشخص صحيح، والمسألة الثانية عليك أن تعزله في مكان ما ولا يتم اختلاطه مع الآخرين حتى تبدي معالجته. الخطر الحقيقي هو حتى أنت عندما تتعامل معه كطاقم طبي هناك خطورة كبيرة أنه أيضا ممكن إصابتك بهذا المرض. نعم والدليل عفوا دكتور، الدليل أن إصابة سنة 79 شخصت يعني في خطورتها في أنها يعني ذهب ضحيتها طبيب وممرض أعتقد من الكادر الطبي مع المريض الذي توفي، إصابة سنة 79 في العراق، هذا بحسب المعلومات التي قرأت عنها طبعا. نعم صحيح، كلام صحيح أستاذي الفاضل. حتى كورونا في العراق هناك كلام، أنا أقول كلام يعني مو شيء مكتوب بأرقام حقيقية وبحوث علمية، هناك كلام أن الحالات التي كانت تصيب الجهاز التنفسي وتنتهي بالوفاة في العراق حدثت حتى قبل شهر 12-2019، بدأت من شهر 6-7-8-9 نعم. 10-11-12 هذه كان العراق أو على الأقل الملاحظين في الصحة العامة يلاحظون وفيات تحدث نتيجة إصابات الجهاز التنفسي. صحيح. فقد يكون هو مدعاة إلى مسألة مهمة جدا هذا الموضوع، أنه لحد هاي اللحظة العراق لا يمتلك جهاز متخصص بالكشف عن المسببات الموتية. العالم الآن يعني عنده أجهزة متخصصة ما يسمى بالCDC أو مركز السيطرة على الأمراض. تمام. يجب أن يكون هيئة أو متخصصة بالسيطرة على الأمراض المتوطنة والأمراض المعدية حتى نستطيع أن نحصل على مسألة مهمة جدا، هو الإنذار المبكر، أنه دائما يصير عندك إنذار مبكر حتى تحاول قدر الإمكان أن تسيطر على هذا المرض ولا يصير عندك تتحول من مرض متوطن إلى وباء يحدث طيب. داخل البلد لا سمح. طيب الآن عدد الإصابات بالإجمالي كم، وكم عدد الوفيات اللي وصلنا إلى بسبب الحمى النزفية دكتور؟ هو بالحقيقة الآن وصلنا تقريبا 40 حسب إحصائيات وزارة الصحة، عدد الوفيات 9 فهي المفروض 40%، يعني احنا نتكلم ضمن الرينج يعني ضمن المدى المعقول للإصابات وللوفيات. لكن الملاحظ هو أن إصاباتك سابقا كانت تحدث في الجنوب، يعني تحديدا في ديقار وهذه المناطق اللي هي تعتبر مناطق ثروة حيوانية في العراق، وجود نهر، وجود مارش، كلام صحيح، أهواء، كلام سليم. هذا هاي عادة هي تكون مناطق ثروة يعني متركز بها الثروة الحيوانية، لكن يعني الآن أكو حالات إصابة في كركوك، في الموصل، في بغداد، بدأ شمال بغداد، يعني هذا ينطيك انطباع. في أربيل ربما. في أربيل أيضا سجلت حالة في مستشفى رابرين لشاب يبلغ 17 سنة. هذا يعطيك انطباع ربما، وأقول ربما لأن هذا يحتاج إلى كلام علمي، إلى بحث
إلى بحوث مدروسة، ربما أن يكون التغير المناخي اللي يعاني من عند العراق من نتيجة التصحر وهاي نتيجة العواصف الترابية قد يكون دفع القراد اللي هو أعتقد المسبب الرئيسي في نقل الفيروس إلى هذه المناطق، وبالتالي إصابات حدثت في تلك المناطق. لحد هذه اللحظة أنا لم أقرأ تقرير، وصححني إذا مخطئ، بل لحد الآن ما قرينا تقرير من وزارة الصحة يقول أن الإصابات حدثت نتيجة التلامس مع اللحم الملوث أو تلامس مع دم ملوث أو نتيجة إصابة. لم يصدر أي تقرير بموضوع سبب الإصابة حتى الآن، لم نفهم هذا. لكن نحن نعرف، ربما وربما لأني أيضا من خلفية علمية في المجال الدراسي، أعرف جيدا أيضا أن موضوع الغبار يجلب معه بالتزامن الحشرات، فربما جلب القراد معه، وربما وجهة نظرك تكون صحيحة وأنا أرجحها لأنك عالم في مجال اختصاصك. طيب، خطورة هذا المرض وكيف ينتشر، يعني طرق العدوى شرحتها دكتور، لكن طرق العدوى التي نخشاها كمواطنين، يعني خارج موضوع السوائل الجسمية، أكيد المصاب يعني ما راح يكون على تماس مباشر ببعض الأمور، لكن ما نخشاه في طرق العدوى، العامل الأخطر. شوف أستاذ، هذا الموضوع يتعلق بأمنين من ضمن الأمن القومي للبلد، الأمن الغذائي والأمن الصحي. نعم، لأن احنا نتكلم عن إصابات حدثت في الإنسان، معناتها لديها أصول في الحيوان، وبالتالي يجب أن تتخلص من هذه الحيوان المصابة، لأن العلاج قد لا ينفعها، واقترابك من هذا الحيوان ومحاولة معالجته قد لا تنفع، وقد يكون في مضرة للشخص اللي يحاول. تعال هنا اقنع لي الراعي لما يعني يشوف عنده حيوان بدأ يتراده صحيا وما يشيل السكين ويذبحه وبعدين يرجع يبيعه للقصاب. تعال اقنع لي هذا الراعي. لا، خلينا نكون واضحين، عادة الرعاة، المفروض احنا لا نتكلم عن الرعاة، نتكلم عن اصحاب الماشي، يسموهم الاونرز، هم المالكين. عادة يكونون مثقفين ويعرفون الاصابات ويعرفون مدى خطورتها على ماشيتهم، لانهم سيخسرون كثير إذا لم يقوموا بالسيطرة على هذا المرض. عادة الإصابات تحدث بالأشخاص اللي هم ليسوا ذو ثقافة بالثروة الحيوانية، يعني هم مو أصحاب ماشي بقدر ما هم قصابين، مو أصحاب ماشي بقدر ما هم يذبحون خارج المسالخ، خارج مؤسسات الذبح الرسمية. هذول الناس اللي ممكن إصابتهم تكون نسبة إصابتهم أكبر من أصحاب الماشية نفسهم، لأن عادة أصحاب الماشية هو يعرف الماشية مالته، هو يعرف شلون يحافظ عليها، هو يعرف الأمراض اللي ممكن تصيبها، هو يعرف شلون هو نفسه يقوم يلبس ملابس طويلة حتى يبتعد عن أي عن 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 أي منطقة تكون معرضة لعضة القراد، هو فاهم هذا الموضوع، وكذلك الطبيب البيطري. بس النقطة الحساسة هم هذه الفئة اللي هم تكون in between بين هؤلاء وبين هؤلاء، يعني بين المستهلك وبين صاحب الماشية اللي هو عادة ما يكون القصاب، وعادة ما يكون الذبح خارج المسالخ وخارج المناطق الرسمية للذبح. وهذا يعطي انطباق أنه هذا الموضوع يتعلق بالأمن الصحي، لكن في نفس الوقت هو ترى يتعلق بالأمن الغذائي. نعم. يعني أنت الآن أي إصابة لأي حيوان تصير وتخسره بذبحها لح تصير عندك مشكلة غذائية بمرور الوقت، لأن خلينا لا ننسى الآن ارتفاع أسعار الغذاء في العالم كله نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع أسعار الحبوب، ارتفاع أسعار اللحوم وهكذا، فهذا كله يؤثر على الأمن الغذائي. يمكن إحنا ما نتحسسه، لكن من يتراكم شيئا فشيئا يصير عندك تقوم تتحسس هذا الموضوع. بالنسبة لمسألة الوقاية لهذا الموضوع، حقيقة علينا أن نفهم أن هناك ثلاث استراتيجيات أساسية في الوقاية من هذا الموضوع. نعم. أول نقطة هو استخدام المبيدات المناسبة ضد القراد، لأن يعني اكتشف أن القراد نفسه يصير مقاوم لهذه المبيدات إذا لم تستخدم بالشكل المناسب. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية مسألة عزل الإصابات، سواء إصابات بالثروة الحيوانية أو إصابات في البشر، والتعامل معها بشكل على أنه هو بايو ثريت، أو ما يسمى بالتهديد البيولوجي، لأن يعني هو هذا يعتبر معمل
يقوم بنشر الفيروس في أي مكان هو يتواجد، سواء حيوان سواء إنسان. النقطة الثالثة في هذه الاستراتيجية هي مسألة المناطق الموبوءة ولبس الناس في هذه المناطق الموبوءة، وكيف ممكن واحد يتخلص من الحشرات الموجودة، مو فقط القراد، الذباب والبعوض وغيرها اللي ممكن بشكل أو بآخر الدم الملوث وليس الدم المصاب. يعني هذه مسائل يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار، وأيضا من ضمنها هو لبس الملابس الطويلة بالمناطق الموبوءة، لبس الملابس الطويلة، عدم إظهار اليدين، عدم محاولة دائما جعل المناطق المغلقة أو عفوا المفتوحة تكون محاولة أن تكون مع تيار الهواء حتى تحاول دفع أي شيء هو يكون موجود ساكن وراكد فيها. هذه كلها استراتيجيات أنا أعتقد صاحب الماشية أو صاحب الثروة الحيوانية أو من يمتلك هاي الثروة الحيوانية فاهمها، لكن المشكلة أن يكون هناك جهد دولة وجهد أفراد حتى نحاول نسيطر على هذا الموضوع. نعم، ومن كلامك هنا وصلت رسائل. يعني أول شيء رسالة إلى المربين أن يكونون يعني على قولتك الأونرز المالكين أن يكونون على درجة من الحذاقة في متابعة ومراقبة قطعان الماشية عندهم، إضافة إلى الإصابات بالقراد، والأهم مما ذكرته هو المكافحة المناسبة يعني للناقل أو الناقل المسبب المرضي. وأيضا هنالك رسالة للمواطن بأن لا يشتري اللحوم من قصابين يعملون خارج يعني شو يسموها المسالخ، خارج المجازر، او ياخذون اللحوم من خارج المجازر غير مراقب. طبعا عاده هذا احنا نسميها بالعراقي طمغه، دائما نلقى اللحم عليه طمغات اللي هي من اثر الفحص، يعني ما بعد الفحص وسلامه الذبيحه تنطبق. طيب ربة البيت شلون تتعامل مع لحم مجهول الوضع؟ يعني اليوم اجاها اجاها كيس لحم ربة البيت وهذا الكيس بيه لحم، وما تعرف انت او حتى القصاب، يجوز احتمال عابره على الجهات الصحيه، كلها فرضيات هاي، انه هذا الكيس مال لحم اجاها بيه لحم، شلون تتعامل وياه بحيث تجنب نفسها موضوع الإصابة؟ هو هذا المهم. هو عادة الـ يعني ربات البيوت من تتعامل مع هذه المواضيع تتعامل معها بحذر شديد. ابتداء هو غسل اللحم ومحاولة ترتيب وضعه ومحاولة تنقيته من كل الشوائب، هذا مهم جدا. لكن في نفس الوقت في المناطق المتوطنة، وأتكلم عن مناطق متوطنة، أنا أعتقد من المهم جدا أنه يتم هناك لبس الكفوف أثناء الطبخ، وهذه أعتقدها من الثقافة الصحية اللي الآن أصبحت دارجة، أنه ربة البيت تحاول قدر الإمكان أن تلبس الكفوف حتى مو فقط يعني لمسألة اللحوم، لكن أيضا مسألة نظافة اليد وأن لا يتم نقل أي شيء من اليد إلى الطعام. هذا أيضا من الأمور المهمة. أستاذي خلينا لا ننسى، ترى إحنا نتكلم عن حمى نزفية، بس العراق أيضا متوطن بالهيباتايتس، متوطن بالتهاب الكبد في مناطق معينة، هناك الفيروس خاصة فيروس A و B و C. A و B ينقلون من خلال الأكل، الطعام. نعم، وإحنا جايين على فصل صيف، فهذه كلها محسوبة. وكنا نعرف أن الإصابات اللي تصير نتيجة التايفويد والسالموليلا، نتيجة المثلجات والألبان اللي غير يعني غير مبسترة أو غير نقية، هذا كله أستاذي، هذا كله، كل هاي المواضيع نحتاج مثل ما قلت، أنا أعتقد الوزارة كوزارة هي وزارتين، وزارة صحة وزارة بيئة، اندمجت فصار تضخم كبير، صار عبء كبير على الوزارة. هذه الأمور اللي شوية مور سبيسيفيك، اللي هي دقيقة جدا، اللي هي المسببات المعدية، تحتاج سيستم، تحتاج مركز، تحتاج هيئة متخصصة. هاي تسمى مثلا الهيئة الوطنية للقضاء على المسببات المعدية، لديها كل الأدوات للكشف عن هذه المسببات، وتحاول أن تعرف
كيف تتعامل وياها وتنطي برنامج خاص بالتعامل معها. العراق سنة 91 بدأ مشروع شلل الأطفال، وكنا شفنا خلال 4 سنوات 5 سنوات العراق تخلص من مرض شلل الأطفال، ما انتهى بس لكن تخلص بنسبة كبيرة من خلال المناعة المجتمعية اللي حصلها من خلال تلقيح الأطفال من شلل الأطفال، وهاي الفرق الجوالة اللي كنا يعني عاصرناها في ذلك الوقت ولحد هاي اللحظة. بمعنى أن هناك جهد مبارك تقوم به وزارة الصحة في ذلك الوقت ولحد هاي اللحظة، لكن هذا الجهد هذا ضمن إمكانيات معينة. الآن الوزارة أعتقدها تعاني كثير من المشاكل، وهذه المواضيع مواضيع الويبز أو الموجات الوبائية أعتقد تحتاج مركز أو هيئة متخصصة هذه تكون ديدنها التركيز على هذا الموضوع وحماية العراقيين من هكذا مسببات معينة. نعم دكتور، أيضا يعني عبر القراءة هنالك من يقول أن تجميد اللحوم لمدة 24 ساعة قد يقتل المسببات المرضية اللي موجودة في هاي اللحوم، فأيضا موضوع التجميد هذا هل هو مجدي مع المسبب للحمى النزفية؟ عادة الفيروس أو الفيروسات بالعموم تموت بدرجات حرارة العالية وتحت أشعة الشمس عادة، يعني هو هذا الفيروس هو عايش في الأوعية الدموية، نعم. معنى بعيد في الظل، وكأنه في الظل بعيد عن الشمس بعيد، ويعيش على 37 درجة مئوية، وعندما يدخل الدم تصير الحمى ودرجة الحرارة ترتفع ولا تقضي على الفيروس. فهذا يعطيك انطباع هذا اللي نتكلمه داخل جسم الإنسان، داخل نعم. جسم الحيوان، داخل القراد، هو الفيروس عايش هناك. لما انت مخليه بالبيئه فهو عاده ما يكون vulnerable، يعني كلش ضعيف كلش هش امام درجات الحراره العاليه، امام درجات الحراره الواطئه، امام اشعه الشمس، لانها عاده ما تكون قاتله للفيروسات، وبالتالي ذلك الفيروسات من تنقل بطرق هي بعيده عن هذه الامور، بعيده عن تلاعب درجات الحراره، مثل هذا الفيروس ينقل عن طريق عضة القراد، بالتالي هو موجود في داخل القراد ومن خلال خرطوم هذا القراد وأثناء العضة ينقل، كأنه كلوز سيستم، جهاز مغلق بعيد عن الشمس بعيد عن التأثيرات البيئية. طبعا لذلك أكيد هذه الوسائل مفيدة جدا للقضاء على الفيروس. طيب دكتور، كوفيد مر علينا وأكو إصابات يعني ما بينت على الناس، يعني أكو أشخاص أصيبوا بكوفيد وما بين عليهم، الموضوع كان عادي جدا، هل هذا ينطلي أيضا على الحمى النزفية؟ يعني ممكن أنه إنسان يصاب بدرجة ضعيفة، يعني درجات الإصابة أنت تعرفها وهي أيضا تظهر حسب مقاومة الشخص للمرض، فهل يمكن أن يصاب إنسان بالحمى النزفية ولا يظهر عليه تماما أو لا يثير الشكوك بين مجتمع ما؟ خلينا نقول تظهر عليه علامات أقل من علامات المصاب بشكل حاد، هذا ممكن طبعا، هذا ممكن جدا. وأيضاً والمشكلة هذا إذا موجود معناها هذا قنبلة موقوتة. هو نرجع ونقول كيف ممكن ينقل، خلينا نقول هذا المصاب كيف ممكن أن ينقل الإصابة؟ الطريقة الوحيدة اللي ممكن ينقل بها الإصابة هو من خلال سوائله، ويعني بمعنى الدم، يعني عبر اللمس، هو لا ينقل المرض، لا طبعا باللمس ما ينقل ولا عبر التنفس، لا الفيروس ينتقل فقط من خلال طرق مغلقه، يعني العضه مالت القراد هي طريق مغلق، يعني من القراد الى داخل جسم الانسان. بالنسبة للحم حتى اللحم الملوث عندما تلبس كفوف أنت ما تنصاب، يعني هو مو الفيروس يدخل، يعني هو مو كورونا يدخل بالجهاز التنفسي، هو يجب أن يجد مكانا يدخل من عنده مفتوح إلى مجرى الدم مالتك، هي هاي النقطة المهمة بهذا الموضوع، ولذلك احنا نقول القصابين أكثر ناس تنصاب. ليش؟ لأنهم يتعاملون بالسكين وعادة ما ينجرحون نتيجة العمل مالتك، صح، و ايدهم تكون مع الدم الملوث مع اللحم الملوث فينصابهم.
فلذلك موضوع انتقال الإصابة هي ليست سهلة. ولذلك أنا أقول يا جماعة قولوا لي شلون انتقل إلى كركوك، إلى أربيل، إلى الموس، شلون انتقل إلى بغداد، كيف انتقل؟ هل انتقل نتيجة لحم ملوث راح لهم للناس في هذه المحافظات؟ بس هذول المحافظات أصلاً عندهم ثروة حيوانية. نعم. صح ولا لا؟ صح. يعني أصلاً هم عندهم ثروة حيوانية يقتات الناس عليها. طيب إذا مو لحم ملوث ولا دم ملوث، إنسان مصاب راح انتقل لهذه، همينة صعبة لأسباب كثيرة. فماكو غير إنه طريق القرار أو إنها أصلاً مناطق متوطن فيها المرض ونحن لا نعلم بها، أو الوزارة تعلم بها ولكن محدودية المعلومة أدت إلى إنه ما تكشف إنه هذه المناطق هي مناطق متوطن بها المرض. لذلك أنا أقول نحتاج دراسة علمية حقيقية نعرف بالضبط أجوبة أسئلة جداً مهمة. هؤلاء المصابين في هذه المحافظات نتيجة لحم ملوث، نتيجة عضة قراد، نتيجة إنسان مصاب، لأن هذه مسائل تعطي أهمية خاصة إذا تقرير يطلع للناس حتى يعرفون الناس كيف يعني يتوقون من المرض. وهاي نقطة، وهذا سبب أنه يصير عندك مركز سيطرة على أمراض أو هيئة وطنية للسيطرة على أمراض، لأن تنطيك تقرير، تدز لك تقرير تقول لك ترى هذه المناطق هي مناطق متوطنة بهذه المسببات المعدية، ترى أنت من تروح لهاي المناطق تحتاج تسوي 1، 2، 3، 4. فأنا إذا مسافر للنجف أو مسافر إلى كركوك، نجف بها أمراض متوطنة معينة، الكركوك بها أمراض متوطنة معينة، فلما اروح لهي المنطقه لازم اسوي شيء، اروح لهي المنطقه اسوي شيء اخر. تمام. طيب انا اذا استثمر وجود حضرتك ايضا وفي دقيقه، ماذا عن كوفيد؟ الاخبار عنه انتهت بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه، بات شيئا عاديا ربما. انتهت عند العالم، بس ما اعتقد انتهت في العراق، لان العراق الان ما اعتقد يعني عدد الملقحين لم يتجاوز، يعني يمكن تجاوزنا 25% 30%، ما عندي المعلومة الدقيقة، بس بعدنا يعني بعيدين جدا عن أنه نصل إلى مناعة المجتمعية، لأن إحنا دا نحكي مناعة مجتمعية فوق 60% ملقح ومصاب، ويبدو لي أنه الموضوع يعني بعيد عن هذا الشيء. وهذه واحدة. المسألة الثانية، يعني أنا دائما أقول ليش إحنا اليوم 130 حالة باكر يصير عندنا 500 حالة 600 حالة، عقب باكر يصير عندنا 4000 حالة. يعني ينطيك انطباع اكو مشكلة قد تكون في التسجيل اصلا، في تسجيل الحالات. ما معقولة انت يوم 100 وثاني يوم 500، ثالث يوم 4000، رابع اليوم 10000. يعني الموضوع يحتاج لدراسة اكثر او يحتاج لسيطرة اكثر. انا خوفي الحقيقي انه مثل سنة 79 ما توطنت الحمى النزفية، كورونا تتوطن عندنا. لما تتوطن كورونا عندك النهاية سيكون عندك عترة، سيكون عندك عترة خاصة بك عراقية، وبالتالي سيكون مشكلة عندما تسافر لأي بلد من دول الجوار أو حتى الدول الأخرى. نعم. لأن هذا يعطي انطباع أن البلد يعني لديه مشكلة صحية حقيقية. أشكرك جدا أستاذ الأمراض الوبائية الدكتور أحمد رشدي، كنت معنا في الجزء الأول من جدل عراقي. مشاهدينا أتمنى لكم السلامة، هذا الموضوع لا يختلف كثيرا عن أي موضوع آخر، لا يختلف عن أي موضوع يتعلق بالإرهاب، ربما إرهاب بشكل أو بآخر نحاول أن نسلط الضوء عليه، عسى أن تكونوا قد استفدتم منه. ونعتقد ربما أن الكلام عن مثل هكذا تحذيرات تقيكم شر الأمراض لا سامح الله أفضل بكثير من مناقشة أمر سياسي نلوكه يوميا ولا ينتهي. ولكن ماذا نفعل، السياسة يبدو أنها تجري في دمائنا. تمنياتنا لكم بالسلامة، انتظرونا في الجزء الثاني ولكن بعد هذا الفاصل. الجزء الثاني من هذه الحلقة من جدل عراقي، وعلى هامش الألم الصحافة الشهيدة من أطوار بهجت إلى شيرين أبو عاقلة. هذا الموضوع ناقشه مع الكاتب والصحفي الزميل الأستاذ بهاء خليل. مرحبا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا أستاذ. حياكم الله. طبعا
علائم الحزن تبدو عليك كما أحزننا هذا الخبر وتلك المشاهد البشعة التي لا ينفك عن ارتكابها الكيان الصهيوني الغاصب. صراحة في البداية نعزي أنفسنا كأسرة صحفية، كذلك نعزي ذوي الشهيدة 20 أبو عقلة، نسأل الله لها الرحمة والخلود. هذه الجريمة هي ليست الأولى ولا الأخيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين أو المواطنين الفلسطينيين بصورة عامة، لكن طريقة الاستهداف تؤكد سبق الإصرار والترصد رغم ارتدائها ما يشير إلى أنها صحفية وبطاقم كامل من خوذة وسترة واقية ضد الرصاص، مكتوب عليها عبارة صحافة باللغة الإنجليزية واللغة العربية، لكن استهدافها بطريقة بشعة بواسطة قناص في الرأس دليل على سبق الإصرار والترصد في هذه الجريمة. وكل عبارات الاستنكار والإدانة قد لا تشفع لهم ما فعلوه من هذه من جريمة بحق الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي كانت رمز لكل فلسطين وصوت لكل الفلسطينيين و يعني للعرب بصورة عامة، أيقونة من أيقونات الإعلام العربي والصحافة العربية، حقيقة خسرناها اليوم وهي واحدة من قوافل الشهداء اللي تنطلها الصحافة العربية والعراقية بصورة عامة خاصة من أجل هذه المهنة. نعم، نحن أيضا النازف الأكبر. نقابة الصحفيين العراقيين في بادرة طيبة نعت الشهيدة واستنكرت الجريمة، لكن سجلاتنا كصحفيين عراقيين تقول أننا خسرنا 277 صحفيا عملوا في العراق جلهم من العراقيين. وتخيل يا أستاذ بهاء. نعم بتأكيد. طبعا أتكلم من 2003 حتى يومنا هذا. نعم مؤشر حرية الصحافة اللي أطلقته منظمة مراسلون بلا حدود قبل أيام، يعني في يوم حرية الصحافة كان العراق تسلسل 172 من أصل 180 دولة، وهذا يدل على أنه لا يوجد حرية للصحفيين وهنالك اضطهاد بحق الصحفيين. كان الأجدر بنقابة الصحفيين في البداية أن توضح موقف على الأقل حول طريقة استخدام الصحفيين أو تحاول منع استهداف الصحفيين من خلال مناشدة الحكومات ومجلس النواب والجهات العلاقة التي تستهدف الصحفيين في كل مكان. في 2000 من 2019 ولحد الآن الصحفيين الذين تم تهديدهم أو تم قتلهم أو تعرضوا للضرب بالهراوات وبالعصا الكهربائية حسب تقرير المنظمة طبعا بلغ أكثر من 282 انتهاكا بحق الصحفيين لحد الآن. حاليا لدينا سبع سجناء من الصحفيين أيضا موجودين في سجون الحكومة بتهم مختلفة، تم إصدار عديد من المذكرات التوقيف بحق الكثير من الصحفيين بلغ عددهم من 2019 ولحد الآن تقريبا 74 صحفي، 50 من عندهم غادروا العراق والبقية لجوا إلى أقليم كردستان خوفا من المطاردة أو الاعتقال. هذا يوضح بصورة يعني واضحة للجميع بأنه الصحافة هي الحلقة الأضعف في هو أنا أسأل ليش إحنا اليوم الحلقة الأضعف، إحنا حملة القلم أو الميكروفون، ليش إحنا ضعفاء؟ ببساطة أستاذ أنس، لأنه ببساطة لا توجد قوانين ولا يوجد رادع لكل شخص يتجاوز على صحفي أو يتجاوز على حرية الصحافة، لا يوجد رادع دائما. حتى في جرائم القتل ضد الصحفيين احنا شاهدنا سنتين كاملة إلى أن تم إلقاء القبض على قاتل الشهيد أحمد عبد الصمد. نعم. وتمت محاكمته، لكن هذا قتل، لكن احنا الصحفي اللي مثلا اللي غطى مظاهرات تشرين 2019 هم تعرضوا للعصا الكهربائية، تعرضوا للضرب بالهراوات، تعرضوا لمسيل الدموع، كثير من حالات اختناق كلها
هذه الأمور هي كلها تمت ممارستها ضد الصحفيين، وحتى الكثير من عندهم تم منعهم أيضا من مزاولة نشاطهم الصحفي أثناء ثورة تشرين وما تلاها. هذا يوضح بأنه المستوى الحماية المتوفرة للصحفيين هي معدومة تقريبا، يعني ولا ما كان تسلسل العراق 172 من أصل 180 دولة. يعني تخيل إحنا فقط إيران يعني في مركز أقل من عندنا، ما باقي الدول تتمتع بحرية الصحافة يمكن شوية أحسن من عندنا. صحيح أنه هم أيضا في مراكز متأخرة، لكن يعني على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية الصحفي العراقي هو الأكثر ظلما والأكثر اضطهادا والأكثر تعرضا للقتل والتهديد وأحيانا المطاردة حتى المساءلة القانونية. لا يعني احنا بس خلنا نتفق على شيء استاذ بهاء، بس خلنا نتفق على شيء أنا وياك. تتفق وياي مع الرأي اللي يقول أنه الصحفي اليوم مطارد ومطلوب من الجميع؟ أكيد أكيد نعم، أتفق معك بهذه الجزئية بالتحديد، مطارد من 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 جميع الجهات من كل مختلف الصلاح. يعني حتى إذا كان أكو دعوة قضائية بين طرفين، كان من كان لما يروح صحفي يغطي هذا الحدث تلقى واحدة من الطرفين يهددون الصحفي لأنه دا ينقل الخبر. أحيانا يكون يعني الاضطهاد لهذا الصحفي من خلال طبيعة المؤسسة أو موقف الجهة من المؤسسة الإعلامية اللي يعمل بها الصحفي. احنا من وصلنا إلى مرحلة استاذ بهاء، احنا من وصلنا إلى مرحلة أنه صحفي يكشف موضوع ما يطلع المسؤول يصرح يقول وسأقاضيه قانونيا وعشائريا. من قال وعشائريا؟ يعني معناها الصحفي رقبته صارت على المحك، شال جوالاته وشال جهاله. نعم. وطلع هو هذا دليل على أنه لا يوجد قانون لحماية الصحفيين. يعني حتى وين وجد، وطبعا هو ما يوجد، لكن حتى إن وجد القانون هذا لا يتمكن من حماية الصحفي. لا يوجد تطبيق على أرض الواقع بالنسبة لحماية الصحفيين، سواء في 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 داخل الحدث أو خارج الحدث. يعني حتى اللي يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي في حسابه الشخصي كصحفي هو يتم مطاردته لأنه كتب عن موضوع معين. دائما نستخدم احنا اللغه العامه يعني بدون التحديد، يعني ما نحدد مكان من المشكله او الخلل، لانه يعني متاكدين من انه ستكون هنالك مطارده قانونيه او غير قانونيه حتى عشائريه مثل ما تفضلت حضرتك، ضد افكارنا وضد ما نكتبه في مواقع التواصل الاجتماعي في يعني ضد ارائنا ايضا. هذه مشكلتنا احنا، انه من وصلت الى القانون العشائري اذا انت جاوزت القانون العراقي، جاوزت القانون المدني، القانون الجنائي، شو يسميه، لكن انت وصلت الى قانون قبلي. القانون القبلي طبعا لا يميز بين الصحفي والمواطن العادي وبين السلطه الرابعه وبين مواطن يدلي برايه. هذا الحال اللي احنا وصلنا عليه للاسف. كثير من الزملاء الصحفيين والاعلاميين معانون من عنده، وحضرتك ايضا واحد من الذين تعرضوا لهذه الاشياء وانا كذلك. وليش احنا حاليا خارج العراق؟ يلا نعم. خليه يجاوبني احد، احنا ليش خارج العراق؟ غير تهددنا؟ غير طلعنا بسبب كتاباتنا وبسبب نقلنا للاخبار؟ هذا يعطيك دليل واضح على انه لا توجد حمايه للصحفي داخل العراق ولا حتى خارج العراق. احنا لاننا في الغربه وتهددت، يعني لهنا انا وجو وراي. فهذا مستوى هو السؤال هنا يجري. حقوق الشهيد يعني الذي استشهد وحقوق الشهيد الحي اللي هو مهدد وفي بلاد الله الواسعة يبحث عن رزقه، هاي من يدورها؟ نقابة الصحفيين وين بهذا الموضوع؟ نقدر نسأل هذا السؤال؟ طبعا كل حبنا واحترامنا لنقابة الصحفيين، احنا مو أعداء، احنا زملاء، بس ده نطرح شيء، ده نذكركم بشيء، والله العظيم ده نذكركم بشيء. يعني ما اريد باكر عقب باكر يجي واحد منكم وهم يقول لنا لا انتم تجاوزتوا علينا وتهجمتوا علينا. لا عمي، انتم زملائنا واغاتنا وعلى راسنا، بس خلينا نحط النقاط على الحروف في حقوقنا وحقوق زملائنا. اتكلم استاذ انس، انتقادنا لنقابتنا هي نقابتنا، هي المفروض انه هي تمثلنا، هي المفروض انه هي تدافع عنا. انتقادنا للنقابه ولاداء النقابه في حمايتنا هو نقد، المفروض يسمى نقد بناء. احنا لما نريد انه من النقابه ان تكون تحافظ على حقوقنا كصحفيين
للارتقاء بعملها، وهذا عملها نقابة الصحفيين من جل عملها انه تحمي صحفيها وتمنع هذه الامور اللي تصير ضدهم، سواء من القمع اللي يتعرضون له في الشارع او من خلال المطارده القانونيه او التهديد العلني الواضح اللي يصير كثير من الصحفيين. احنا نتمنى ان تكون نقابتنا هي من 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 صلب موضوعها انه تحمي الصحفيين في كل دول العالم. احنا عندنا اجراءات للاسف انا سالت عليها، يعني ما اعرف ان كانت هي صحيحه او لا، يعني ما اعرف، لكن بعض الزملاء قالوا لي انه انا لما طلبت هويه نقابه، انا طلبت هويه نقابه، فسالت احد الصحفيين قلت له يعني اريد اقدم على هويه نقابه، يقول لي انت لازم تعمل في قناه مؤسسه عراقيه. طيب انا اعمل في مؤسسه عربيه، يعني المفروض انا ما انتمي من نقابه الصحفيين، لازم ما يكون عندي موقع في نقابه الصحفيين لانه فقط اعمل في نقابه او في مؤسسه اعلاميه غير عربيه. هذه بعض من الـ الامور اللي المفروض نقابه الصحفيين تغير من هذه السياسات، تحاول انه يكون لها موقف قوي داعم للصحفي، حريه الصحافه يكفلها الدستور، حريه الراي يكفلها الدستور، المفروض من هذا الباب تنطلق لحمايه الصحفيين اينما كانوا وفي اي بلد كانوا. طيب 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 استاذ بهاء، اني بس عندي سؤال اخير، اليوم اني اذا اريد انقل الحقيقه، وهاي مهنتي اساسا، مهنتي انه انقل الحقيقه، شلون راح انقلها وفلان يزعل وفلان يحاسبني وفلان يقاضيني وفلان يقاومني عشائريا وفلان يقتلني، شلون انقل الحقيقه؟ صعب استاذ انس، مثل ما تفضلت حضرتك، صعب انه انت تيجي تنقل في حاله معينه. خلي نضرب مثل بسيط، مثل يعني اليوم حدث، اليوم قصف ايراني استهدف محافظه اربيل. طيب انا كصحفي اريد انقل هذا الخبر، لما اكتب هذا الخبر حتى في حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من التهديدات اللي تجيني انه انتم محابين لدوله جاره وانتم كذا وانتم كذا، فالتهديد موجود. لكن احنا المفروض الصحفي المفروض يتم الاعتراف به كسلطه رابعه، انا من حقي كصحفي، شوف قانون حق الحصول على المعلومه، انا من حقي كصحفي انه ادخل داخل اي وزاره عراقيه واطلع على العقود رسميا، هذا حق الحصول على المعلومه اللي القانون اللي عرقله حتى الان مجلس النواب ويرفض التصويت عليه. كثير من الامور اللي المفروض قوانين المفروض تسن لحمايه الصحفي، يجب ان يكون هناك حمايه للصحفي، ويجب ان يكون للنقابه دور فاعل في حمايه الصحفيين العراقيين، لانه احنا ما عندنا جهه ثانيه ممكن انه تحمينا. يعني انت تمارس عملك الصحفي، احيانا حتى المؤسسه الاعلاميه اللي انت تعمل بها تتنصل عن حمايتك في حال انه تم يعني استصدار مذكره القاء قبض او اقامه دعوه قضائيه ضدك او حتى تهديدك عشائريا او غيرها. يعني هذه مشكلتنا احنا كصحفيين اللي احنا نعاني من عندها، لا يوجد ما يمكن ان يحمينا من كل هذا اللي ده يصير. احنا مطاردين من يعني في حال كتابه موضوع، قد يكون هنالك طبع سياسي رسمي، يعني تكون وزاره او غير وزاره نتقاضي، احيانا قد تطارد من قبل شخصيات سياسيه، احيانا تطارد من قبل حتى شركات خاصه، لانه انت تطرقت الى موضوع. استاذ بهاء، يهددك افراد ضمن المجتمع لديهم اعتقاد او انتماء ما، هذه الكارثه، يعني وصلنا هذه الحاله من الضعف. نعم وعموما نعم يعني استاذ انس، احنا وصلنا المرحله حتى المفروض هذا التهديد، يعني لو 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 طبق القانون بشكل شفاف بصوره عامه على الكل، يعني التهديد بالمذكرة القانونية ضد الصحفي يجب أن يجرم، حتى التهديد بالمطاردة القانونية يجب أن يجرم، حتى لا يجي كل واحد يومية ويهدد الصحفي الفلاني ويهدد الصحفي الفلاني لأنه كتب عنه موضوع وأنه كتب عن إخفاق في دائرة معينة أو تكاسل في دائرة معينة، أجي أكتب موضوع يقول لك لا أنا أقاضيك لأنه أنت كذا وكذا وكذا. المفروض حتى هذا موضوع التهديد بالمقاضاة يتم المحاسبة عليه حتى يتم حماية الصحفي، لأنه هو الصوت الوحيد اللي ينقل الحقيقة إلى الجمهور، وإلا ما كان سمي بالسلطة الرابعة. يعني الصحافة لها دور كبير جدا، لكن للأسف دورها مغيب في العراق،
وتتعرض لكل انواع طبعا ليس في العراق فحسب بل في الشرق الاوسط عموما، والدليل ما حصل اليوم للزميله شيرين ابو عاقله. كمركز 172 يعني احنا متفوقين على غيرنا بالقمع يعني. هذا اللي حبيت اوصله لحضرتك. شر البليه ما يضحك. اشكرك جدا الكاتب والصحفي الاستاذ بهاء خليل، كنت معي في الجزء الثاني المؤلم من هذه الحلقه من جدل عراقي. رحم الله شيرين ابو عاقله ورحم الله اطوار بهجه وما بينهم من صحفيين استشهدوا، على راسهم زملائي في قناه صلاح الدين. لن انساكم ابدا مشاهدينا حتى نلقاكم من جديد في امان الله وحفظه. We'll be right back.